التلات حلقة البوصلة. مساء الخير. شوفوا، امبارح وصلنا نقطة مهمة جدا، قلت لكم كيف يعني أخذ عشان ما نعملش مشاكل الحق منا، الوكالة التي وكلناها نحن وآباؤنا وأجدادنا أصبحت حقا مكتسبا لهم لا يمكن الرجوع عنه، وأصبحنا لا نملك حتى التفكير في الدين كفرد مسلم. من المفترض أن كل فعل في الدين هو رضائي وأنه محاسب عليه وحده، زي العبادات والنواهي والتفكير، أن تقبل الفكرة أو الحكم الذي أنت تراه في القرآن ثم ترى من الأئمة من وافقه. أما لو طلعوا لك إجماع زي زواج الصغيرة مثلا، بدي دائما بالأمثال الحية، في بعد كده نتكلم في بلاوي، ها، يبقى تقول هذا ليس موافقا للقرآن ولا لفطرتي الداخلية، إذن هو غير مقبول بالنسبة لي، إجماعهم يخصهم. لو طلعوا لك حديث بكل بقى الحاجات اللي فيه، إذا كانت تخص الإسلام ونواهيه وسماته الأساسية الرحيمة جدا، أو إذا كانت تخص الرسول وأفعاله، أو إذا كانت تخص حاجات غير عقلية زي إن موسى فقع عين ملك الموت، يعني تعمل إيه دي بقى؟ تعمل إيه؟ فاهم؟ ويعني بديك مثل، يعني إن ملك الموت راح لسيدنا موسى بيقول له يلا دلوقتي، قام ضربه وفقع عينه. آه والله العظيم، ده فين بقى؟ مش إسرائيليات، هي طبعا إسرائيليات رسمي، رسمي بختم، يعني مش محتاجة دي، بس في البخاري. فيقول لك عن بقى دول ما بيكذبوش، قول له هم ما بيكذبوش ولا حضرتك طبعا، لكن انا لا يعنيني ان اصدقكم، ده وجهه نظرك انت فيما صح عن رسول الله، انا مش محاسب عليهم الايام، انا مش هيقول لي ما ربك او من ربك من نبيك ما كتابك وعملت ايه اخبارك ايه مع البخاري، لا خالص، لا والله مش هيحصل. هيقول لي كيف صدقت على رسول الله أنه فعل كذا وكذا وكذا، أقول له ده ما هم قالوا البخاري، هيوميها ما فيش قالوا له على رأي عادل إمام، ما فيش قالوا له فيها، أقول لك أنت حضرتك اللي أنت أقمت حياتك على ده، ليه اتجوزت بنت صغيرة؟ أقول له ما أو جوزتك أنت بنتك أنت صغيرة؟ أقول له ما هم قالوا لي أن السيدة عائشة وأن الآية معناها كذا، يقول لك ما فيش قالوا له، أنت فكرتش ليه؟ ليه ما قلتش حتى بإحساسك الداخلي فطرتك؟ ده غلط. وفي بقى لحد القتل زي الجماعه الدواعش، هيروحوا الجنه اللي هم منتظرين بتاعه الحور العين، هيتفاجئوا مفاجاه صادمه، يقولوا انت قتلت الناس ليه؟ فقالوا لي كفار كلهم وانا الوحيد المكلف ادافع عنك واقتلهم كلهم. هيقولوا جبت الكلام ده منين يا باشا؟ هيقولوا بقى الادله بتاعه اللي بتاع. فيعني زي كده ما ربنا قال في القران حوار اهل النار، هيتلاوموا يعني تبادل الملامة واللوم. ليه؟ لأن كل واحد يرمي على التاني، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، مش القرآن بيقول كده؟ يعني بيقول أهو ده احنا كان عندنا سادة وكبراء بنطيعهم، نفس الوضع يا فندم. ما أنت هتقول له الأئمة اللي قالوا إن قتل الناس حلال فل طالما مش على الإسلام، وإن الآية معناها ومن يبتغي غير الإسلام دينا إن هو بس احنا بس، والرصه بقى اللي انت عارفها دي اللي بتطلع الدواعش، يعني حتى لو قعد في بيتهم هو داعش بيكتب على النت داعش، فيروح يتفاجئ بقى يوم القيامه بدم ناس وقتل ناس وراضي على اللي حصل ويؤيد الدوله اللي مش عارف ايه في العراق والشام لما كانت، يعني الله يرحمهم العراق والشام دحروهم دحر، هيقول له تعالى بقى. فساعتك الوكاله دي بقى هي بقى مربط الفرس فيما بعد ما أنتج من الفقه، ثم تحول بفعل هذه الوكالة التي لم تسترد مرة أخرى للإجماع. ده بقى الموضوع. طيب قلنا في أول حلقة في الأسبوع ده أن الإجماع ده لا يمكن يكون ظهر أيامهم، لأن هم كانوا متعاقبين وواحد مات وواحد صحي وواحد، إذا هو ظهر في الجيل بعد ما الأربعة ماتوا، ابتدوا هم يقولوا بص أجمعوا، بص أجمعوا. طب وحتى لو أجمعوا يعني أراءهم متشابهة أو واحدة في مسألة ما، تمام، إيه أعمل أنا إيه يعني؟ أنا إيه مشكلتي؟ قال لك لا، ده بقى مصدر التشريع الثالث بناء على كلام الشافعي اللي قاله أصول الفقه.
فتقول له مصدر التشريع الثالث، اللي هو ايه كده برضو فكرني؟ فيقول لك القرآن، السنة، الإجماع. ولذلك هو سيف على رقاب المؤمنين جميعا بالوكالة دي، انت اديتني الوكالة وانا مش هرجع لك تاني، وبقول لك طالما اجمعنا، طبعا في تفاصيل كتير بقى هنشرحها دلوقتي، يبقى ما تتكلمش تاني. فتقول له طيب، ابسط حاجة كانت المفروض تتقال من 1200 سنة، 1100. تقول طب اديني دليلك. صح؟ اللي حضرتك لحد دلوقتي لما سألتهوش، لحضرتك وانا وكلنا تربينا اجيال انه احنا عارفين الحكاية، الفقهاء اجمعوا على كذا لان ده قرآن سنة اجماع، خلاص بقى. بس انت ما فكرتش تسأل سؤال واحد على الاقل عقلا، مش محتاج حجية القرآن ثم السنة، على الاقل دي مش محتاج كلام. ليه القرآن يؤمرنا؟ لان هو الدين، هو ربنا صوته ان الله يتكلم في القرآن، تمام. ليه الرسول يؤمرنا؟ عشان هو رسول الله ويشرع وبتاع. هنتكلم دلوقتي عن كلمة تشريع. ليه الأئمة يأمرونا؟ معرفش، نفسي أعرف. فيروح هو قايل لك بقى الأدلة بقى، أنت اللي ما سألتهاش، فإحنا هنسمع الأدلة عشان بقى نعرف بقى إحنا بقى لنا 1300 سنة ليه محكومين كده، ولا 1100 سنة ليه محكومين كده بالإجماع؟ ليه؟ ولو هو يا سيدي كمان كالعادة بقول لك إجماع سليم موافق للأكابر اللي فوقيه، قرآن، سنة، عيوني. وأنا مش متخانق معاك، انا مش هخالفك في حاجه، يعني مش صاحي على راي ماكسيم جورجي خلقنا لنعترض، لا خالص، انا مش عايز اقول لا خالص. بس لو الاجماع ده ملوش علاقه بالاسلام خالص، ملوش علاقه بروحه بسماته بملامحه حتى بتشريعاته، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنقول لهم الف الف شكر، شكرا، سلام عليكم، ونمشي نعمل احنا اجماع تاني، نعمل احنا فقه جديد. لكن ده ما حصلش، ده ما حصلش. فنبتدي بقى السؤال المهم، ايه يا جماعة يا بتوع القرن الثالث او الرابع ادلتكو ان اجماع هؤلاء الائمة الافاضل العظماء اللي والاقسم بالله اسيادنا، ايه بقى دليل ان كلامهم اللي قالوه كده هو لو اتجمع ولقوا شبه بعض يبقى دين؟ دين، دين، ده كلمة كبيرة. ها، وافتكروا اللي قلناه بقى من اسبوعين عشان كله هيتجمع، ها، انه الا الحرام ان يحرم. يعني حكايه ان حد يحرم شيء لم يكن في وقت النص، ده موضوع مخيف وربنا حذر منه تحذيرات كبيره جدا. والا مثلا بما ان الاسلام اللي اعرفه لا يبيح الدماء، خلي بالكم من الكلام ده، الا ان ربنا بيقول من قتل نفسا مؤمنة بقى كافرة ملحدة عفريتة بغير نفس، يعني ما قتلش هو حد، النفس دي لم تقتل نفس، أو فساد في الأرض، وفساد دي متفسرة جوه النص هنتكلم عنها، فكأنما قتل الناس جميعا. ده آية خض، تمام. طيب لو جه قوم ما نعرفهمش، يعني عصر من العصور، قال ده في حوالي 300 سبب لقتل الناس، اقتل يا معلم 300. وانتوا عارفين بقى لما وصلوا فين للقرن السابع، جبت لكم انا بقى الموسم اللي فات فتاوى احمد بن تيميه الحراني، فوصلت معاهم الموضوع النيه، ولسه بيدافعوا عنه في القناه السلفيه ان انا اللي بتكلم غلط وان الفتوى مفهومه غلط. يا خبر ابيض على الجنون. المهم، فواصلة معانا اللي يقول النية، وانتوا فاكرين الفتوى دي الشهيرة، يعني يقول النية بصوت عالي يتقتل، لو ما تبش عن ده توبة نصوحة يتقتل. فانت قتلت الغريب والقريب والتابع، وقتلت اللي بيصلي واللي ملتزم بالمسجد، وقتلت كل الناس. جميل، ده عند ربنا كويس ولا وحش؟ بما انا بقول لكم بس الاجماع ابتداء انتج ايه، بما ان القرآن اللي اعرفه بيحرم نقطة الدم إلا بالحق، فبقت بال يلا يستتاب إلا قتل، أشهر كلمة وجدت في تاريخ ابن تيمية كله، يستتاب إلا قتل، اقتل يا باشا. ومن قبله كتير عشان نكون واضحين. فده عند ربنا كويس ولا لو أنت شايفه كويس كمل، استمر، تمسك بالفرصة، كمل.
انت شايف ان ده الصوت ده المعبر عن ربنا ان نقتل اغلب الناس اللي في الارض؟ مية مية يا باشا، حسابك هناك انت واللي سمعت كلامه. صح برضه، مش كلنا هنتحاسب، ولا دي كمان كلمة غلط؟ كلنا هنتحاسب. طيب حسيت انه في حاجة غلط، ايه يا جماعة ده اللي بنقراه ده واللي بيتنفذ على الارض ده؟ تعال بقى الناحية التانية وقول، طب نراجع بقى الكلام ده كله. القرآن بيعصم الدماء، انما غيره بيخلي اسباب كتير 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 للقتل، اي حد وكل حد وفي اي مكان وبسبب ومن غير سبب. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده الاسلام اللي انت متخيله؟ اكيد لا، على الاقل في نظري يعني. نرجع بقى لادلته عن الاجماع. فهتقول لهم يا استاذ لو سمحت انا عايز حد منكم يكلمني لما احب اكلم شعب مصر على راي فيقول لك اتفضل. يقول ايه يا جماعه دليلكم ان كلام البشر ده الاربعه فوق راسنا، اقسم بالله اسيادنا، بس ايه الدليل؟ ده دين، انا هتحاسب يوم القيامه، مش هنهزر. ايه الدليل يا جماعه ان كلام الاربعه هو كلام دين اخد بيه حكم، انتهى الموضوع، لا استطيع لا رده ولا رفضه ولا مناقشته. فهيقول لك حاجه لطيفه، ده بدايه الكلام قبل ما افسر لكم بقى التفسيرات اللاحقه في بعد قرن من نهايه القرن الثالث، يعني نقول الرابع الخامس، مع بدايه بقى ظهور المتاخرين القرافي واللي هم كتبوا في الاصول والشاطبي وكده، اسماء كده هقولها لكم. فيقول لك حديث شهير قوي ده غير الايه اللي استند عليها الشافعي، دي بقى هخليها قصه لوحدها، حديث شهير جدا كلكم عارفين. هو ده دليل ان الاجماع حجه زي بعد القرآن والسنة كده إجماع. فأنت طبعا بتسمع الحديث، لا عمرك عرفت صحته من غلطه ولا معناه ولا ناقشته ولا ظهر في كتاب إيه الحديث ده ولا أي حاجة. حديث أول كلام يقوله لك من يدعي أن الإجماع دين وسيف على رقاب المسلمين في كل عصر، حديث واحد، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأنت طبعا خلص الموضوع، الرسول قال يا جماعة إذا أمتي اجتمعت على حاجة يعرفوا أن أبدا ما بتجتمعش على ضلال. فتقول له فأنت كمواطن حتى لو دكتور وطبيب وناس مثقفة، بس أنت مش ما هم عملوه علم كيمياء وفيزياء، فأنت مش سكتك، هتقعد بقى تطلع الحديث وتخرج الحديث وحاجات غريبة. فتقول له طب خلاص، فتسكت، فتعتقد فعلا أن مجرد إجماع الناس على فعل ما أو أمر ما أو حكم ما وبقاله بقى سنين طويلة قرون، خلاص هو الرسول قال لك تجتمع أمتي على ضلالة، فمش ممكن تبقى دي ضلالة، تبقى تمام، تبقى سليم. جميل. طب الحديث ده اللي هو المفروض احنا أوله بنقول ايه في أول الحديث يا جماعة؟ قال رسول الله. هل هو قاله عشان يبقى تشريع أصلا بقى من المصدر يا فندم؟ هل هو قال هذا الحديث ولا لم يقله؟ لو لم يقله يبقى ده ما ينفعش تقول عليه قال رسول الله، ما ينفعش تقول عليه حاجة خالص، ما ينفعش يدخل في قائمة أنه حديث. فلما نوصل لدي نفهم بقى هو هيقام عليه تشريع ولا لا. أطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. بصوا بقى، أول نقطة عشان نمسك الحديث بقى نتعلم الفكر النقدي، ومش بس عشان هدف الحديث، لا عشان نشوف إيه اللي اتقام عليه بعد كده من تشريعات، فنعرف إن الدليل قوي ولا ضعيف، والحركة اللي بتحصل في المجتمع دي بقى، لا وأنتوا كلكم يعني مستجيبين، وحتى رد فعلكم على الحلقات دي عظيم. تعالوا بقى نقرا الحديث الشهير اللي أنتوا تسمعوه بقى لكم بحوالي 600 قرن. ماشي؟ بص يا سيدي، الحديث له طرق والفاظ كتير. ماشي؟ طرق يعني ايه بقى؟ اللي متابع مش هنبقى زعلانين كتير. اسانيد كتير، يعني عن كذا عن كذا عن كذا عن رسول الله، ادي خط مختلف عن التاني، اربع اشخاص خمس ست سبع اشخاص تانيين كلهم بيصبوا انهم سمعوا من الرسول. طب هل ده حديث سمع من الرسول حقيقه يقينا؟ نعرف بقى. بص يا سيدي، اولا الحديث ده
بصيغة إن الله قد أجاز أمتي من أن تجتمع على ضلالة، يعني لا يمكن يسمح لها تجتمع على ضلال. جميل. أبو داود أخرجه في سننه في كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث 4253. أدي طريق، أدي مخرج يعني. حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي أبو يعني قال ابن عوف، وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح أسماء معلش عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله، أبي مالك اللي هو أبو موسى الأشعري يعني، إن الله أجاركم من ثلاث خلال، خلال يعني صفات، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلال. أخرجه ابن ماجة كتاب الفتن برضو، حديث 3950. طريق ثالث، حدثنا عثمان الدمشقي، الوليد بن مسلم، رفاعة السلامي، أبو خلف الأعمى، سمعت أنس بن مالك يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. بصوا بقى الكلمة دي كمان، السواد الأعظم يعني الأغلبية، ماشي. بصوا بقى تقييمات العلماء القدامى للثلاث أحاديث دول، وفي بقى عشان ما نرغيش كتير كتير منه، كلهم ضعف. ده تقييمات علماء المصطلح الأوائل، مش احنا. كل الأحاديث دي فيها كذابين ووضعين في سندها. جميل، ركز لسه. حدثنا طبعا في طريق رابع وخامس وسادس، حدثنا كعب عن الأشعري برضو اللي هو أبو موسى بإسناد طبعا ضعيف. ده اللي بيقول كده مين؟ الترمذي نفسه. سعيد بن زرابي منكر الحديث، والحسن مدلس، وقد عن عيوب الدنيا للي متابع لما شرحت علم الحديث. ويقول لك هو ماشي جاء من طريق ابن مسعود، ولكنه موقوفا عليه، ما قالش قال رسول الله. لما الصحابي يتكلم بلسانه هو ما يقولش قال رسول الله، يبقى اسمه موقوف على الصحابي نفسه، يعني كلام الصحابي مش كلام الرسول. ها، بص الترمذي لما رواه، بص بقى دي طرفه برضو. الترمذي كان له تصنيفات غير صحيح وغير صحيح، كان عنده صحيح وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن غريب وغريب كده يعني، وانا شرحت ده برضو زمان. بص بقى، فبيقول من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله قد قال: ان الله لا يجمع امتي على ضلاله، ويد الله مع الجماعه، ومن شذ شذ الى النار. برضو بيسمعوه في المسلسلات والاحاديث واسمها ايه دي الخطب. الترمذي عمله ايه تصنيفه؟ هو اللي اخرج الحديث، فراح كاتب تحت يعني اقل درجه عند الترمذي حديث غريب، والغريب هنا سندا ومتنا، يعني السند والكلام نفسه غريب. والذي يعلم في علم مصطلح الحديث ويكذبني حد منهم أن كلمة حديث غريب عند الترمذي يعني ضعيف، يعني هو معترف أساسا وهو حطه في الكتاب أنه حديث ضعيف. جميل. شوف بقى، وطبعا أئمة كتير جدا اتكلموا في ضعف الأحاديث. السؤال دلوقتي، هذا الحديث أساسا كل العلماء القدامى مش احنا قالوا ضعيف، بل إن فيه كذب وتدليس وكل حاجة. حلو، جميل. طيب أنا الأساس اللي بحطه لك كأول أساس للإجماع، ما طلعتش طوبة، طلعت وهم. ليه؟ لأنه لا يجب أصلا أن يقال قال رسول الله وبعدين نحط حديث ضعيف، لأنه ضعيف يعني نحن تيقننا أن هذا الكلام لم يقله رسول الله، قالوا أي حد بقى. تمام، جميل. السؤال، لما الحديث أساسا ضعيف، حديث ضعيف، السؤال إزاي أقيم عليه تشريع؟ اسأل السؤال لنفسك. ويا ما انا اجبت عنها الحكايه دي في امور فقهيه اخرى. يعني يقول لك ايه بقى الفقهاء؟ يقول لك كلمه جميله قوي، هو ضعيف لكن معناه صحيح وجرى عليه العمل. فتسالهم يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني الحديث ضعيف كله، لم يقل رسول الله، ادعاء على الرسول،
إذا هو ليس نص ديني، هو نص عفريتي بقى أي حاجة. إزاي معناه صحيح؟ يقول لك آه هو مش حديث صحيح بس المعنى الذي فيه صحيح. طيب هو لو المعنى صحيح، الصحيح بتاعه فين؟ المعنى اللي هو شبهه ده الجامد بقى فين؟ ولجأنا ليه للضعيف نعتمد عليه لو المعنى بتاعه موجود في الدين بشكل صحيح؟ صح كده؟ فهمني؟ طيب هو موجود في الدين بشكل صحيح وده تقليده، ده التايواني بتاعه. ماشي. السؤال فين الصحيح بقى؟ النص الصحيح اذا كان قرآن او سنة اللي بيقول المعنى اللي انت بتقول انه المعنى تمام 100 100. مش هتلاقي حد يتكلم. ان الأمة لا تجتمع على ضلالة. مش هتلاقي حد يتكلم. مفيش الكلام ده أصلا. فتبتدي تنصدم، الله يا جماعة ده انتوا الحديث ضعيف وملوش سند، ملوش أي شبيه في الدين الصحيح. وأقمت عليه أسس وجود الإجماع في الدنيا وخليته الإجماع ده سيف على رقابنا. الحقيقة الوكالة كده احنا مديانكم الوكالة بس مش الدرجة دي انكم تعملوا فينا ده كله. فوجب هنا المراجعة للأئمة العظماء الفضلاء رحمهم الله. لازم نقول لهم ستوب، ده دين، انا مش راح اهزر يوم القيامة، انا لازم ابقى عارف انا واقف على انهي ارض. فتقول لهم يا جماعة كده غلط. ان يقام اسس علمية ودينية بل تشريعات على أساس شيء اسمه الإجماع، والإجماع ده يقام على أسس يستنبطوها من الدين تطلع أول أساس فيهم حديث ضعيف، يعني حديث ليس بحديث أصلا، يبقى في مشكلة كبيرة 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 فيتانة في الألف ومئة سنة كله ولا الألف ومئتين كبيرة. لازم نتنبه إن إحنا في غفلة ولازم نفوق. إن لو لقينا والله الإجماع ده له أصول دينية أنا فوق راسي، بس أو لقينا حتى إنتاج الفقهاء ده له أصول دينية نسمع كلامهم بمعنى جبرا عليا برضه فوق راسي. إنما يا جماعة أسمع كلامكم نص نص وأديكم الوكالة من نفسي وأسيبكم تقولوا لي في بقى حاجة قاطعة لها حجة تحت القرآن والسنة اسمها الإجماع، أقول لكم طب إيه أساساتها؟ تطلع أساساتها ضعيفة؟ لا، ما اتفقناش على كده. لازم بقى نوقف عند حدودنا، وانتوا كلامكم ده يخصكم، واحنا نعمل اساسات جديده ما فيهاش صيف على رقاب حد الا اتنين فقط، القران والسنه ونوع لم يذكر من الاجماع هقوله في نهايه الحلقه. ليس هذا الاجماع اجماع الفقهاء لا يخصنا، لانه حتى لو هم انتجوه على اسس ضعيفه واللي انت عايزه يخصهم، انما يمشي معانا 1300 سنه لا، اسف بعتذر مستحيل امشي معاكم، ده لسه في اسس تانية وهنمشي على اساس اتنين بقى. طيب قول حديث ضعيف خلاص، او هو الاساسي الحديث ضعيف. طب قول قوي خلاص، انا رجعت في كلامي. طبعا هو جدال علمي يعني فرض علمي. طب الحديث قوي وفي الاعلى الكتب وكل الائمه شكروا في الحديث، ممكن تسال نفسك لحد بكره إن لا تجتمع أمتي على ضلالة أو ضلالة يعني، أو كل الروايات اللي احنا قريناها بالصيغ دي، ممكن تقول لي في سؤال عميق اسأله لنفسك ومن حولك الآن، إيه علاقة ده معنى الكلام إن يكون دليل على الإجماع؟ اسألني كده، اسأل كده. يعني الأمة عملت حاجة بدون كلام خالص، ما فيش حوار بقى، من الأمة مش هتجيب بعضها منين؟ بس بيعملوا حاجة كلهم، يعني ايه الدليل ان الكلام ده له علاقة بالاجماع الفقهي اللي هو بتاع اربع اشخاص؟ بقى ايه علاقة ده بده؟ ايه اللي جاب البحر عند النيل؟ لما تسأل السؤال ده بقى هقولك هم جاوبوا بايه بكرة، فهتنصدم صدمة العمر. ازاي استدلوا بحديث لو صح يكاد يكون لا علاقة له بالمستدل عليه؟ والله العظيم. كمل بكرة واشوفكم بكرة.